السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم. لقاء يتجدد. القوة السعودية بقمة السلام في جدة. الطريق للرياض هو أصبح طريق للسلام ولا أصبح الطريق للأمم المتحدة بديلا أن يذهب إلى نيويورك؟ هو موجود دلوقتي في جدة والرياض، أصبحت عاصمة القرار والسلام والتهدئة وحل الملفات الكبرى هي الأمم المتحدة السعودية. وهنا عزيزي المشاهد، مش عايزك يخلط عليك الأمر من الأمم المتحدة التابعة لأمريكا اللي صنعتها أمريكا وصنعت غيرها، مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية. السعودية قدرت إن هي تصنع أمم متحدة جديدة في جدة تابعة للسعودية، تابعة للقوة الناعمة السعودية. من هنا عزيزي المشاهد عايزك تستمع للحلقة دي لأن هي مميزة وإن هي تهمك جدا كمواطن عربي وسعودي وخليجي. القوة السعودية بقمة السلام، الطريق إلى جدة والطريق إلى الأمم المتحدة الجديدة. أهلا بك عزيزي المشاهد، ولكن بطلب منك رجاء أن أنت تدعم الحلقة، تنتسب وأن أنت تشارك الحلقة في الجروبات، بصمتك الجميلة وتعليقك المميز. في أكتر من سؤال أنا هطرحه كمقدمة للبث ده أو للحلقة دي. هل أخذت السعودية دور الأمم المتحدة وأصبح السعودية عندها أمم متحدة خاصة بيها، وأمم متحدة سعودية خاصة بيها مختصة بحل النزاعات، وهل هي مختصة أيضا بحل القضايا المهمة العالمية، القضايا الكبرى فقط يعني مختصة السعودية، أو بمعنى أدق أصبحت الرياض مختصة بملفات الكبرى فقط؟ في أكتر من سؤال بيطرح نفسه غير السؤال اللي أنا سألته منذ ثواني. بعد قمة السلام اللي في جدة الآن واللي هتنتهي اليوم في أو هتنتهي غدا، لن يستقر العالم بدون تدخل السعودية؟ ده سؤال بطرحه. لن يستقر العالم بدون تدخل السعودية؟ آه دي حقيقة. طب نستكمله، لن يهدأ العالم بدون وساطة السعودية؟ ده حقيقي. لكن طالما أمريكا في مشكلة بتقابل العالم وخاصة الشرق الأوسط وشرق أوروبا، في مناطق صراع أمريكا بتصر عليها لتستمر وتستديم هيمنتها على العالم ويستقر كرسي القطب الأوحد على العالم، أمريكا. ثلاث مناطق للصراع: شرق أوروبا، الشرق الأوسط، منطقة الأوراسيا، وأفغانستان. أمريكا بدون خلق الأزمات والصراعات لن تبقى. لكن هي أمريكا عندها نقطة مهمة جدا، يعني عشان خاطر أوضحها أكتر، هل أمريكا مشاركة في حل أزمة اليمن وليبيا والسودان وسوريا ولبنان، المشاكل العربية اللي موجودة؟ طب ليه أمريكا بتشارك في حل الأزمات دي؟ يعني دايما تلاقي أمريكا ليها هي المقعد في أزمة السودان، في أزمة العراق، في أزمة سوريا، في أزمة لبنان، في أزمة اليمن. ليه أمريكا حاطة نفسها دايما في الأزمة دي؟ ليه؟ لأن هي اللي خلقتها. أمريكا من تخلق وتصنع الأزمات والحروب. ليه؟ لتتحجج أمريكا بحلها. أمريكا تدفع حلفائها في المنطقة لخلق الحروب وتضع لنفسها قدم عشان خاطر بحجة أنها بتحل الأزمة دي. أكتر من كده بجاحة أنا ما شفتش، وأكتر من كده أزمات أمريكا تخلق، وأكتر من كده أمريكا تفعل لكي تبقى. لكن هل أصبح حقيقة مؤكدة الآن أن الدبلوماسية السعودية المؤثرة تحظى باحترام وثقة الدول الكبرى؟ ده حقيقي. والدليل على كده أن السعودية استطاعت سحب البساط من تحت أقدام أمريكا والمنظمات الدولية التي تتحجج وتزعم إن هي تبحث في حل الأزمات. ونلاحظ هنا دايما إن السعودية سحبت البساط من أمريكا والمنظمات الدولية المسيسة. يعني إيه المنظمات الدولية المسيسة؟ عشان نبسطها على الناس، كل المنظمات الدولية المنوط بها حل الأزمات والمشاكل والقرارات الدولية التي تصدر، أمريكا هي اللي صنعتها بعد الحرب العالمية الثانية 1945 مباشرة. فأمريكا هي من صنعت الأمم المتحدة، وأمريكا هي من صنعت
مجلس الأمن، وأمريكا هي من صنعت محكمة العدل الدولية، والسبب لكي تخدم مصالحها. لكن السعودية جت فجأة أصبحت من قوتها ومن سيطرتها ومن قوتها الناعمة وقوتها الاستراتيجية والجيوبوليتيكال الجيوسياسية والجيوغرافيك الجغرافية، أصبحت السعودية قادرة على أن هي تحل وتبحث في حل الأزمات نظرا لقوتها السابق ذكرها. كل هذا أرادت السعودية أن تبرز قوتها، ولكن هل المشكلة إن السعودية قوية، ولا إن في ناس بتكره السعودية لدرجة إن هم مش قادرين يفتحوا عينيهم وإن هم ينصتوا بالأذن ليروا أن القمم السعودية المتتالية سواء في الرياض وفي جدة أصبحت السعودية هي مقر لأمم متحدة سعودية خالصة؟ السعودية هي الوحيدة القادرة على حل الخلافات، الخلافات اللي مش عادية، الخلافات المستعصية اللي القدم ان العالم كله واقف على قدم واحده لمحاوله التدخل لحل الازمات، ولكن اصبح غير قادر، سواء القوه المتوسطه او القوه الكبرى. يعني القوه الكبرى روسيا امريكا الصين، او المتوسطه البرازيل جنوب افريقيا الهند السعوديه. لكن السعوديه الوحيده القوه المتوسطه قدرت ان هي تدخل وتحل الازمات. ليه؟ لان هي استحوذت على ثقه الكل. هنا هنلاقي ان مثلا صحيفة زي الول ستريت جورنال اللي هي كل اسبوع تصدر تقريبا الول ستريت جورنال عندها تقريبا في الاسبوع الواحد خبرين اتنين او ثلاثة ممكن كذب، وبيكون الغرض منهم ان هي تصنع ازمات او ان هي تقص النبض بالاخبار الكذب. ولكن هم المرة دي اتكلموا غصبا عنهم عن قوة السعودية، يعني ما بقوش يعني خلاص هو مجبر ان هو يقول خبر واحد كويس، ولكن الخبر ده نقدر منه نستشف نقاط مهمة جدا. وللأسف أنا حزين على أن الول ستريت جورنال سلطت الضوء على نقط معينة، وهقول ليه أن أنا حزين لأنه الصحف، أن إحنا بنعول على الصحف الأمريكية اللي هي أصلا الناطقة باسم الاستخبارات الأمريكية، والغرض منها أن هي تبث السم في العسل عشان حضرتك تبقى انت شايف العسل، وان انت في يعني في العسل ده بتاخد السم. دايما تحط الاخبار الكاذبه والفتنه، لكن احنا مشكلتنا ان المسؤولين العرب والمسؤولين العرب بكل يعني بكل اسماء الدول لما بيصرحوا عن الخبايا او ان هم يقدروا ان هم عايزين يفصحوا عن شيء بيقولوا للصحف الامريكيه فقط. ده نتيجه ان انت ما عندكش قوه ناعمه. قوة ناعمة يعني ما عندكش صحافة قوية، عندك صحفيين مميزين جدا وصحف يعني خليجية قوية جدا أو مصرية، ولكن أنت ما بتستخدمهاش للأسف. القوة الناعمة من الإعلام والميديا أنت غير مستغل الأمر ده بصورة كبيرة، سلاح أنت بتفقده، لازم أن أنت تعيد استخدامه وتعيد بناءه بصورة قوية جدا. لكن الول ستريت جورنال مثلا قالت لك نقلا عن مسؤول امريكي بيقول ان الفضل للمملكه العربيه السعوديه في الجهود الدبلوماسيه، وانه الجهود الدبلوماسيه اللي موجوده في قمه السلام في جده اللي هي الامم المتحده السعوديه بقى بيعود الفضل للمملكه لاستضافه القوى الدوليه المتعدده. وبيقولوا كمان ان هم هناك قبول لاحترام للدول الكبرى، خاصة ان الطلب على طاولة المفاوضات في الغرف المغلقة على مبادئ القانون الدولي، يعني لازم يكون الاتفاق على مبادئ القانون الدولي. القانون الدولي بيقول ايه؟ وحدة مشكلة اوكرانيا، وحدة يعني لازم يكون في اقرار في الغرف المغلقة في التحدث لوحدة الاراضي الاوكرانية في قلب المحادثات نفسها. ولكن هنا بيتكلموا عن انه لولا السعوديه احضرت الصين ما كانتش الصين جت. يعني الصين رفضت تحضر في القمه للشهر القبل الماضي اللي كانت فيه دوله في شمال اوروبا، كانوا غير قادرين على اقناعها، لكن السعوديه هي من احضرت الصين
وانه الصحف الامريكيه كلها بتتكلم عن انه الصين ليها دور مهم جدا ووزن كبير في هذه القمه، قمه السلام في جده، لان بدونها مش هيكون في توازن. يعني ايه توازن؟ يعني اللي بيكون في توازن لصالح روسيا هي الصين، فلازم تكون حاضره عشان الصين توافق على القرارات، وايضا قوه ووزن السعوديه عشان روسيا توافق على القرارات. طب القرارات دي ضد روسيا؟ لا طبعا، ولكن عشان يبقى في توازن، لانه اللي موجودين ما بين، يعني هي مصادر تتحدث عن 42 دولة مشاركة في قمة السلام، مصادر أخرى تتحدث عن 38 دولة، ولكن على الأقل تقدير هو وجود أمريكا وكندا وأكثر من ما يقرب من حوالي 20 دولة أوروبية. يبقى أنت بتتكلم عن أن التوازن أكثر لصالح الغرب، ولكن قوة الصين كقوة عالمية لها وزن ثقيل جدا، وقوة السعودية. السبب ان بكين، يعني ليه بيعول الغرب على انه لولا حضور، لولا وجود السعودية لما حضرت الصين؟ ليه؟ بيقول لك ان بكين والرياض بيحافظان على علاقة قوية جدا ووثيقة الصلة، لولاها لما اتت الصين. لكن اكد مسؤولين مشاركين امريكيين في هذه القمه، عايز انوه على القمه السلام دي اللي موجوده في جده اللي بيحضرها القوى المتوسطه والكبرى العالميه، اللي بيحضر فيها مش وزراء، اللي بيحضر فيها مستشارين الامن القومي للدول دي. يعني هتجد مستشارين الامن القومي الامريكيين، البريطانيين، الفرنسيين، الجنوب افريقيا، الهند، وهكذا. ولولا القمة موجودة في جدة لما حضرت الصين. لذلك بيعول الجميع على وساطة المملكة العربية السعودية في حلحلة التشابك. يعني ايه التشابك؟ في تشابك في الأزمة دي، التشابك ما بين أوروبا وأمريكا كحلف، واللي هو الناتو، أمام روسيا والصين. فهنا في تشابك، هنا عشان خاطر يتم حلحلة الأمر ده كان لازم وجود السعودية، السعودية كقوة كبيرة جدا. وفي نفس الوقت حلحلة التشابك ده لازم يكون تحت قيادة قوية جدا، وإن قيادة ترى المشهد بصورة أعمق، والسعودية ما عندهاش، السعودية هي الأكثر للموضوع ده. وفي نفس الوقت لازم تكون السعودية بتحمل أرضية حوار تستطيع أن هي تجعل الحوار مشترك والحوار مستدام. وهنا بقى نركز في كلمة الحوار مستدام. يعني إيه؟ يعني الحوار ده اللي موجود أو القمة السلام اللي في جدة، لو أنت فاهم أن هي يوم 5 و6 أغسطس ده بس وتنتهي، لا، هيكون في استدامة للقمة دي بعد 2 أسبوع تقريبا، يعني بعد 2 أو 3 أسابيع، لأن هيكون في طرح لحلول لازم العودة ودراسة لرؤساء الدول دي والمستشارين يعودوا لبلادهم، ان هم يتم ارسال رسائل، والسعودية ترسل للمعني بالامر روسيا، وايضا الصين تجلس مع روسيا وتتشاور في الامر ده، لان بناء عليه هتبتدي تتغير المعادلة. يعني يا اما تستمر الحرب وتكون بداية الحرب العالمية الثالثة، يا اما السعودية تنجح في الوساطة دي وحلحلة التشابك دي السعودية تنجح فيه وتنهي الامر. وأنا أعتقد بكل ثقة في الله سبحانه وتعالى، وثقة بعد كده في السعودية والقيادة، إن هي قادرة على حل هذه المشكلة. في نقطة مهمة جدا، إنه اللقاء اللي هيكون في السعودية بعد 2 أو 3 أو 4 أسابيع على حسب، هو لم يعلن، ولكن تم يعني التسريب إن هيكون في لقاءات في جدة مرة أخرى بعد أسابيع، وفي نفس الوقت هتكون بنفس بالشكل الحالي مع بقاء روسيا دون اطلاع مباشر. يعني السعودية مش روسيا مش هتكون حاضرة، لكن هيتم اطلاعها بعد انتهاء الجلسات عبر 2، السعودية والصين. لكن زيلينسكي أكد على شيء مهم جدا. زيلينسكي قال إنه الاتجاه لمفاوضات السلام دي رغبة أوكرانية، وفي أعتقد رغبة أوروبية كده، وروسيا مستعدة للتفاوض.
لكن روسيا مستعدة على التفاوض لإنهاء الحرب بشروط معينة، اللي هي إيه؟ التفاوض ليس حول أوكرانيا فقط، ولكن حول العقوبات والتداعيات الغربية. يعني إيه العقوبات؟ يعني أنت دلوقتي لازم يكون في تفاوض على تم وضع عقوبات على روسيا، العقوبات دي لازم يتم حلها ويتم رفعها والتفاوض عليها. رفع العقوبات مقابل إيه؟ يعني روسيا الغرب هيتنازل أو إن هو يحل العقوبات أو يرفع العقوبات مقابل إن روسيا يعني إن هي روسيا تتنازل عن بعض الأراضي ولا إيه؟ لكن ما أعتقدش إن روسيا تقبل كده. لكن في تداعيات للأزمة دي. يعني إيه تداعيات الأزمة؟ يعني آثار الحرب دي لازم يتم علاجها، وهنا هيكون الجولة التانية من المفاوضات يتم البحث عن ذلك، اللي هو إيه؟ آثار نتائج الحرب. والحرب دي اللي استمرت أكتر من ما يقرب، داخلين إحنا دلوقتي في يعني ما يقرب من عامين، أو داخلين في ما يقرب من عامين. الأمر هنا صعب جدا. فالشروط الروسية والشروط الغربية، كان هناك رفض غربي إنه علاج أثار الحرب دي أو يكون اللقاءات في قمة السلام قبل القمة دي بقى، يعني قبل قمة جدة للسلام، كان في رفض غربي إن القمة تكون في الصين أو في تركيا. إحنا مش عايزين القمة تكون في الصين أو في تركيا، حتى الغرب غير واثق في تركيا، لأن الغرب يرى إن بعض الأوقات أردوغان بيلعب لصالح روسيا. ما هو أردوغان ملوش ولاء لحد، شوية مع أمريكا وشوية مع روسيا، اللي هو بيقدر يديله مصالح أكتر بينفذ معاه. يعني تركيا مش دولة مبادئ يعني. فالغرب رفض إن القمم تكون دي إما في روسيا أو في تركيا، وروسيا رفضت علاج الأزمة وعلاج هذه المشكلة الدولية الكبرى عبر الأمم المتحدة، لأن ترس روسيا أن الأمم المتحدة هو صناعة أمريكية، فبالتالي أي قرارات الأمم المتحدة هتكون لصالح أمريكا وأوكرانيا، مش هتكون لصالح روسيا. فرفضت روسيا أن الحل يكون في الأمم المتحدة، ورفضت روسيا أن الحل يكون في أمريكا أو في أي دول من دول الحلفاء. يعني ما يكونش في قمة لحل مشكلة روسيا وأوكرانيا في أي عاصمة غربية. لذلك جميع المبادرات اللي سبقت قمة جدة قبل الشهر ده كلها فشلت. القمة اللي كانت في شهر مايو الماضي في دولة في شمال أوروبا، القمة أي قمة كان بيتم الإعداد والتجهيز ليها فشلت. سواء بقى زي ما ذكرت قبل كده كان في يعني القمم اللي كانت بخصوص الحبوب اللي في تركيا واللي في كل ده كله فشل، لم يكتب النجاح لأي قمة أو استدامة لهذه القمة، لكن فقط الحراك السعودي السابق في العام الماضي في خضم الأزمة وتبادل الأسرى، وكان في أسرى ما بين أوكرانيا أو الغرب وما بين روسيا، كان في أسرى أمريكيين وأسرى بريطانيين وغيرهم مختلفين الجنسيات وأسرى روس، الوحيد اللي نجح وكان عنده حراك قوي جدا في الأمر ده ومحرك الوحيد للسلام هي كانت السعودية والإمارات العربية المتحدة. ولكن يعول الغرب أكتر على السعودية. السعودية عنده أرضية سابقة قوية جدا وقاعدة أساسية راسخة لقبول الكل للموافقة على الاتيان لجدة لقمة سلام في المملكة العربية السعودية، أو قمة في جدة اللي هي الأمم المتحدة الجديدة السعودية. رأى الغرب أنه السي في السعودي ووساطة إطلاق سراح الأسرى السابقين كان مقدمة كبيرة جدا للجلوس في جدة، لأنه حتى أمريكا رغم رغبتها في استدامة الحرب نظرا للدولة العميقة في أمريكا عايزة تكمل الحرب، لأن ده من مصلحتها، لأن هي مش عايزة الوضع الحالي أن في دلوقتي في قوتين اتنين معاها، فأمريكا مش راضية عن الأمر ده. فاستمرار الحرب يضعف روسيا ويضعف أيضا الصين، فأمريكا شايفة أن استمرار الحرب لمصلحتها طبعا، خاصة أن أمريكا مش هي اللي تتصدر الأزمة. مين اللي بتصدر الأزمة؟ الدول الغربية. فهنا ذهاب أمريكا إلى القمة دي برغبة أوروبية مش رغبة أمريكية، يعني الضغوط الغربية هي التي تضغط للذهاب إلى قمة جدة للسلام أو إلى الأمم المتحدة في جدة، لكن في دولتين اتنين مش عايزين يذهبوا للقمة دي.
ودول الدولتين الاتنين اللي هم بيزرعوا المشاكل في اي حته في العالم، بريطانيا وامريكا. وانا قلت بريطانيا قبل امريكا ليه؟ لان بريطانيا اس المشاكل والفساد والفتن في العالم، بريطانيا وامريكا. يعني هتجد انه العراقيل اللي موجوده في القمه اللي موجوده دلوقتي او القمه اللي جايه بعد اسبوعين او ثلاثه في جده للسلام مره اخرى، هتجد اللي بيقدم العراقيل دي بريطانيا وامريكا، وبريطانيا قبل امريكا. لكن السعوديه قادره على حل المشاكل المستعصيه، لان الملفات الكبرى تطرح فقط في جده والرياض. ليه؟ لان الوزن الثقيل للسعوديه في على المعادله الدوليه السعوديه هي القادره عليه. فمن هنا بننتظر الاستدامه لقوه السعوديه وانقاذ المشاكل ودور الأمم المتحدة الجديد اللي هو السعودية لحل المشاكل. أصبح الطريق الآن هو الطريق للأمم المتحدة لجدة والرياض بديلا عن الأمم المتحدة في نيويورك. عجب محتوى عزيزي المشاهد، بنتظر تعليقك المميز وإعجابك بالحلقة وبصمتك الجميلة ودعمك للقناة. دمتم في أمان الله، حفظ الله جميعاً.